اهلا بكم في قناة عالم كتير دور الزينة. كل سنة طيبين. احنا النهاردة 12 رمضان، الشهر ما شاء الله عدى بسرعة قوي. هنتكلم النهاردة عن تمييز الكوكتيل بين الذكر والأنثى. في الحقيقة 4 حاجات أساسيين أو هي مشتركة في تمييز الكوكتيل، زي الصورة اللي قدامنا ديت كده. مثلا ده اللي ورا دوت، ده ذكر رمادي. أنا عرفته بكل سهولة لأن الذكور الرمادي وشها بيكون أصفر والبقعة باينة. الفرد التاني بقى المصبع دوت، انا ما اقدرش اعرف هو ذكر ولا انثى. انا عملت الموضوع كده، حبيت ابصر لكم الفكره وبسطها لكم، بحيث ان انت لما تشوف الفرد قدامك من غير بقى اي حاجه تقدر تعرف هو ده ذكر ولا انثى. ولكن طبعا يشترط ان هو يكون عدى سن ال7 شهور اللي هو سن البلوغ. الصوره اللي قدامنا دي بتبين الشكل اللي انا بقول لكم عليه. اول حاجه بالنسبه للذكر، في حاجات بتميزه. الذكر التاج بتاعه بيكون مدبب وطويل. التاج ده اللي هو ايه، اللي هو العرف بتاعه، اللي هو لونه اصفر دوت، في الذكر بيكون مدبب وطويل. طيب في ايه تاني؟ الانثى هنتكلم عنها لسه، يعني في شكل، في حاجه للانثى وحاجه للذكر. احنا دلوقتي عن الذكر، الخد بتاع الذكر بيكون البقعه بتاعته اللي هي البرتقاليه بتكون كبيره شويه، حجمها كبير. المسافه بين القدم في الذكر بتكون ضيقه مقارنه بالانثى، اللي هو تباعد بين الرجلين، بين القدم دي والقدم الأخرى. حاجة كمان، عظم الحوض. عظم الحوض ده اللي هو المكان اللي هو بتاع الإخراج عفوا، أو المنطقة اللي بتبيض منها الأنثى، أو منطقة الإخراج عند الذكر دي، بتكون لو حضرتك حسست عليها أو وضعت صبعك عليها هتلاقي في عظمتين. العظمتين دول في الذكر بيكونوا ضيقين. حاجة كمان اللي هو الحركة الزائدة للذكر، لما بيجي الذكر بيفرد جناحه، أو لما يجي بيغرد بيفرد جناحاته الاتنين أثناء التغريد، على عكس الأنثى. في حاجة كمان بنلاحظها، والذكر بيغرد، هتلاقي الذكر وهو بيغرد بيطول في اللحن بتاعه، في التلحين اللي هو بيعمله، والصوت بتاعه بيبقى صوت جميل تحب تسمعه، ويقعد يلحن ويعمل صوت صفارة. لو في مثلا عندك جرس بتاع على شقة ولا حاجة، الذكر يقدر يحفظه ويقدر يردده. لو انت بتعمله صفارة معينة يقدر برضه يحفظها ويرددها ويلحنها، على عكس الأنثى. تمام، ده كده كل حاجة خاصة بالنسبة للذكر. دي صفات جسمانية أو حاجات تقدر تشوفها عليه على عصفور من بره بتكون ظاهرة عليه، تقدر تميز تقول ده ذكر. تمام، ولكن زي ما قلنا يشترط إن هو يكون عدى سن ال7 شهور اللي هو سن البلوغ عشان نقدر نقول ده ذكر فعلا أو أنثى. تمام، ده كده كل ما يخص الذكر. أما بالنسبة بقى للأنثى، في حاجة تانية بتميزها خالص، اللي برضه هكتبكم على اليمين اهوت كتابات تقدروا تعرفوا منها وتسجلوها تدونوها عندكم في ورقة. بالنسبة للأنثى، التاج بتاعها بيكون اللي هو العرف بتاعها اللي فوق ده بيكون قصير، وبيكون الريش بتاعه كثيف، يعني عدد الريش فيه مقارنة بالنسبة للذكر بيبقى أكتر. تاني حاجة، الخد بتاعها بيكون فاتح. الخد اللي هو البقعة البرتقالية اللي هي تحت العين ديت اللي لونها برتقالي دي، بيكون بيبقى لون فاتح شوية، وبيكون الدايرة بتاعتها بتكون أصغر من الذكر. لو انت عندك الطير الذكر والانثى الاثنين في نفس السن هتقدر تعرف وتقدر تلاحظ الموضوع دوت بسهوله جدا. في حاجه كمان غير كده، اللي هي المسافه بين القدم في الانثى بتكون واسعه، بتبان اكتر المسافه ديت لما تكون واقفه جنب ذكر، وفي نفس الوقت لما تكون الانثى وصلت سن البلوغ اللي هو عدى سن ال7 شهور. بعد كده تبدا يبان بقى عليها علامات اللي هي ان هي انثى. في حاجه كمان، خد بالك ما تحاولوش تشغلوا الاناث الا لما سنها يعدي سن السنه. وفي بره يعني الفكر بتاع بره بيحبوا يشغلوا الإناث على سن 18 شهر اللي هو سنة ونص، على عكس طبعا عندنا، رغم إن عندهم ما شاء الله التغذية أحسن هما بيصبروا. فيا ريت نحاول نصبر وما نستعجلش ونشغل الأنثى بدري. في حاجة كمان، العظم بتاع الحوض اللي هو المنطقة اللي قلنا عليها قبل كده عند الذكر، اللي هو المنطقة بتاعة الإخراج اللي المنطقة الأنثى بتدور منها، لو حضرتك حطيت إيدك عليها هتلاقي في عظمتين بيكونوا مكورين كده، وبيكون المسافة بتاعتهم بعيدة عن بعض مقارنة بالذكر. ده بالنسبة للأنثى. طيب بالنسبة بقى كمان، في السلوك بقى عامل ازاي جوه القفص. لما الأنثى بتسمع صوت الذكر بيغرد وبيلحن، بتلاقي الأنثى تقعد تتحرك زي حركة هرولة، أو يا إما بتلاقيها ثابتة، أو تلاقيها تقعد تبص يمين وشمال كده وتتحرك يمين وشمال على الوقافة أو على الأرض. تمام، طيب حاجة كمان بقى أخيرة، اللي هو نغمة الصوت بتاعها. تلاقي الأنثى دايما بتعمل صوت كويك، يعني صوت صغير كده، نغمة صغيرة مقطوعة ما بتطولش التلحين بتاعها. في النادر جدا لما تلاقي أنثى بتلحن وتطول في التلحين بتاعها. دي كل ديت صفات أساسية اتكلمنا عنها. أول حاجة التاج، تاني حاجة الخد، المسافة بين القدم، الحوض، السلوك،
اخر حاجه اللي هي النغمه بتاعه الصوت. دي كده 4 حاجات قدرنا نعرف منهم، او 5 حاجات تقريبا قدرنا نعرف منهم حاجات اساسيه عن عن الذكر والانثى ونميزهم ازاي. في فيديو بقى كمان هوريه لكم دلوقتي هيبين لكم شكل الذكر وهو بيغرد وسلوك الانثى بتاعه عامل ازاي. ده زوج من طيوري هعرضكم حالا. تمام، هو ده الفيديو اللي معانا. لو هنلاحظ ان على اليمين اهوت الذكر اثناء التغريد بيتحرك بيفرد جناحاته، الانثى هي عماله تروح يمين وشمال زي ما قلت لكم. لو دققنا نظر شويه على شكل التاج هتلاقي التاج بتاع الذكر رفيع والانثى باين جدا ان هو كثيف. شايفين الذكر بيفرد جناحاته ازاي؟ تقدر بسهوله جدا تميز بين الذكر والانثى. دوت زوج عمره تقريبا سنه، ده من انتاجي بفضل الله، تفريخه عندي يعني في المزرعه بتاعتي. ده ذكر ايزابيل سينامون، والانثى اللي هي اللي تحت ديت دي انثى رمادي ايزابيل. الاتنين ايزابيلات، ده كده كل انتاجهم بيكون ايزابيلات، وبيكون في نسبه في الانتاج سينامون بيكون بنات، ودول هيطلعوا بإذن الله مصبعات لأن الأب والأم زبيرتهم مصبع، ولكن طبعا بتكون مصبعات غامقة شوية. بس ده مش موضوعنا، احنا موضوعنا عن الذكر والأنثى. زي ما انتم شايفين كده الذكر عمال بيلحن بيطول في التلحين. حاول انت تعلي الصوت شوية، انا بس انا موطي الصوت بتاع الطيور لأن الصوت عالي جدا، فأنا عاوز يبقى الصوت بتاعي هو اللي واضح أكتر وباين لك عشان تقدر تسمع التعليق تعرف الفرق بينهم. اهو شايفين الانثى عماله تطلع على القفص تتحرك يمين شمال، لكن الذكر خارج جناحاته وعمال بيغرد ويطول في التلحين. ده بيقعد يعمل بقى ايه، يطول راسه. في ذكور تلاقيها تتني راسها وهي بتغرد، في ترفع راسها لفوق بتحاول تقسم في النبره بتاعه الصوت اللي بيعملوها. والانثى بتكون ثابته زي ما انتم شايفين كده. بعض الاحيان بقى لو انت حاطط الانثى في قفص تاني بعيد عن الذكر بتلاقي الأنثى تقعد تتحرك على الوقافة بهرولة يمين وشمال. ده ذكر كده زايف وجاهز للشغل. هنلاحظ كمان الوش بتاعه هو ده كده وايت فيس، ده جوز وايت فيس. هنلاقي الوش بتاع الذكر خالص أبيض وباين جدا ومبين إن هو جاهز للشغل. تمام، اتمنى يكون الفيديو يكون وضح لك المعلومه كامله. لو الفيديو عجبك ما تخافش علينا وتعمل لايك وشير عشان غيرك يستفاد. لو ليك اي سؤال او اي استفسار اتمنى تحط لي كومنت بتاعك. تحياتي لكم جميعا، في رعايه الله.